أول مرة تيجي وما تعديش عليا. ها انا افتكرتك نايمه ما رضيتش عليك. اتفضلي يا حبيبتي. كلمت سما ولا اتخانقت مع سلمى؟ اتنين. اتكلم من سما راح داخله سلمى طبيعي. تعرفت ازاي؟ عرفت من عينيك يا حبيبي. ما تعرفش ان انا اقدر ابص في عينيك واعرف كل حاجه. انا نفسي تهون على نفسك بقى حبيبي. انت اشتغلت كتير وتعبت كتير في حياتك، انا الاوان بقى ترتاح شويه. انا عاوزك تدلع نفسك، تسعد قلبك. ايوه، ما هو انت لما تبقى سعيد هتسعد الدنيا كلها وخصوصا بنتك. حبيبي الحب ده بيعمل حاجات كتير، بيسوي الهوايل. اه والله بيداوي حاجات كتير قوي. انا مركز في الشغل دلوقتي يا سلمى، كل تركيزي في الشغل، وعايز انجح في الشغلانه دي ان شاء الله انجح فيها. نفسي انجح قوي. هو النجاح زي الحب، الاتنين بيحلوا مشاكل كتير، فلو يعني نجلد في الحب ممكن تمشي في النجاح. ادعي لنا. ربنا يرضيك ويرضى عنك ويروق بالك يا حبيب قلبي. امين. هي دي احلى حاجه قلتيها النهارده، مش تقولي لي بطاطس محمره في عيش. ايه البطاطس هتتحرق؟ يا لهوي، انا مش عايز بطاطس. انا مش عايز بطاطس، والله ما عايز بطاطس. ابكي.